خدوا الناس اللي هم من يعتبروا ذوي القدرات الخاصة لا يا فندم، كده انا ما ولا اقدرش ارفض، بيبقى انا ما اقدرش. احنا عندنا نسبة، لازم يبقى في نسبة في المدارس. نسبة قد ايه بقى تقريبا؟ لا لسه ما اتحددتش عندنا في المدرسة الرسمية بس الدولية بيبقوا لأننا في كلاسز لوحدهم، يعني في لا فصول واحد، احنا ولا انا بيبقى في بالنسبة دمج ما بينهم لا وما بين بالنسبة لي ما الولاد؟ ينفع موضوع الدمج دوت يا فندم، اللي هو الأطفال اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة دولت ما ينفعش أعمل لهم فصل لوحدهم. هم بني آدمين عاديين جدا بيخشوا جوانا ويتعايشوا زينا زيهم. طيب دي بس هو تاني، حتى الآن لم يعني لغاية دلوقتي مفيش، لم يتقدم ما يعني. صادفناش أي حالة دمج عندنا في المدارس. هو عايزين نقول ان نسبة الدمج بتوع الاطفال دي بتبقى هي تقريبا من المقررة او محددة من الدولة، هي 5% تقريبا اه يعني في 5% المية. اه 5% تقريبا. بس احنا الحمد لله ما فيش لغايه دلوقتي ولا حاله جات لنا لغايه دلوقتي، طيب حتى في خلال الامتحان. الامتحان التالت بقى امتحان مع ولي الامر، بيبتدي بقى يبقى في انترفيو او مقابله مع ولي الامر. طب مقابله ولي الامر دي انا بدور على ايه في ولي الامر؟ انا بدور استعداده ايه مع الطالب، ان هو هيساعدني ازاي في المناهج اللي موجوده، وبعرف ايه الخلفيه بتاعته، هل هو عارف يعني ايه انترناشونال ولا هي سمع عن المدرسه فجاي يقدم. انا عايز ولي امر فعلا مهتم انه يعلم ابنه تعليم دولي. فاللي تليه دايما الولي الامر اللي عنده الاهتمام ده بتليه قرا شويه، عارف القصه فيها ايه. بدور على اللغه عند ولي الامر اخبارها ايه، مهمه جدا لان طبعا. انا بالنسبه لي بعلم الاكسنت معينه، لهجه اللغه الانجليزيه جوه المدارس. بس عايز اقول لك فانا ان ببقى الاكسنت بتاع الولاد اليومين دول، يعني انا بتاع ابني غير غيري، يعني انا ما هو يعني بقى في حاجات انا كاتيجوري مش تاني انا خالص. حاجات ده انا حقيقي بقول له ابني انا ما كانتش على بتبقى ايامي هي الكلام ما ده. تعتبرش دي اللي حضرتك بتتكلمي عليها، دي ما تعتبرش اكسنت، دي تعتبر سلانج، يعني اللي هي اللغه العاميه شويه، في بعض الالفاظ بتتقال يعني. ولكن احنا بنتعلم جوه لغه انجليزيه صحيحه بالاكسنت المظبوطه باللهجه المظبوطه. فانا ببقى خايف ان ولي الامر يبتدي يذاكر مع الابن فيدي له لهجه مختلفه، فتلاقي فالولد هيصدق مامته وهيحصل كونفليكت، هيحصل صراع بين المدرس وبين ولي الامر. فانا بالنسبه لي مهم جدا ان يبقى في انجلش باك جراوند موجوده في البيت تقدر تساعدنا على اللي احنا عايزينه. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه، دايما في المدارس الامريكان او الانترناشنال يقول لك لا مالكش دعوه بالولد، سيبه او البنت واحنا هنتكفل احنا بكل بنعمل حاجه. كده عندكم الموضوع احنا ده؟ بنعمل كده. انا في مثلا بيبقى اوفيس اور لو واحد ضعيف في ماده فبيبقى احنا في بنعمل عدد حاجه ساعات اسمها، لا زياده. احنا بنعمل جوه البروجرام بتاعنا حاجه اسمها ريميديال بروجرامز، يعني احنا بنشتغل على السكيلز، على المهارات بتاعه الطالب جوه جوه الفصول. بنشتغل اكتيفيتيز اكتر، فبنخلي الطالب يشتغل ويبقى جوه المجتمع بتاعنا. احنا بالنسبه لنا عايزين نطلع قيادات تمسك بلد بعد كده. احنا هم بنعمل دول المستقبل فعلا، بالظبط، هم دول المستقبل. فاحنا عايزين نطلع انسان سليم بيفكر بفكر منهجي مظبوط. فاحنا بنبتدي نطلع الطاقه بتاعته، بنطلع المهارات بتاعته، بنشوف امكانياته ايه ونبتدي نشتغل عليه. يعني في الفتره اللي فاتت في الخمس مدارس الاولانيين، لو حضرتك كنت يعني شفتي بعض اللقطات للانيوال شوز اللي عملوها، احنا استفدنا من الطلبه بتاعتنا دي كتير. شفنا مين اللي كان بيلعب بيانو، ومين اللي لعب جيتار، ومين اللي بيعرف يرسم، يعني اللي كمان بتنموا الموهبه او بالظبط المهاره كده. اللي عند الطالب. وبنطبقها وبنوريها لولي الامر، بص ابن حضرتك في الانيوال شو بيعمل المهاره اللي هو متقنها ازاي. طيب الولاد بقى خلصوا واتقبلوا وكل حاجه ودخلوا بقى تمام المناهج بقى. طيب هو قبل المناهج في حاجه مهمه، التدريب. تدريب مين؟ تدريب المعلمين. اوكي، ما هو المعلمين انا جايبهم منين؟ من الوزاره. من الوزاره. طيب هل هم مدربين على تدريس المناهج الدوليه؟ اكيد لا طبعا. طيب ده بيحصل عمليه تدريب، والتدريب ده بيحصل كمان اسبوعي. يعني هو التدريب ده ليه كذا منهج، في تدريب بيحصل اسبوعي، وفي تدريبات بتحصل كل سمستر، يعني كل ترم. لان احنا كاي جي عندنا في السنه الاكاديميه 3 سمسترز، 3 ترمات. فبيجي بيحصل تدريب لكل الاولياء، كل الطلبه، سوري، كل المعلمين المدرسين. الثلاث مرات اللي في السنه دول بيتجمع كل معلمين المدارس الرسميه الدوليه في جميع المحافظات في مكان، وبتبقى المناهج كلها واحده طبعا. طبعا يا فندم، هو موحدة. سيستم واحد موحد في كل حاجه. حتى في في في, في التعيينات، مين يعني انت حكينا هتلاقي في مدير تحتيه في مثلا اداني معين، هتلاقي في كل المدارس المدير تحتيه ده نفس الاداني. كل فصل فيه هوم روم تيتشر وكو تيتشر، هتلاقي ال10 مدارس فيه كل فصل فيه هوم روم تيتشر يعني وكو تيتشر. يعني حاجات موحده كلها، المنهج كله موحد، اليونيفورم كله موحد للمدارس. فاحنا بنعمل سيستم، احنا بنعمل كيان لمدارس كامله. فيبقى معروف ده مدرسه رسميه دوليه. وده هو الهدف بتاعنا. طيب المناهج بقى، المناهج مين بيختارها وبتبقى عباره عن ايه المناهج؟ احنا كمؤسسه، علشان احنا المشرفين اكاديميا وفنيا على المدارس، فاحنا بنختار المنهج اللي هنشتغل عليه. طبعا بنختار نفس المناهج اللي شغاله في المدارس البريطانيه الخاصه. هي وبنعمل لها اوردر من الوكيل الحصري بتاعها في مصر.
فبنشتغل بقى هدر زي كامبريدج اوكسفورد نفس المناهج بالظبط. طيب نيجي بقى للسؤال الاهم. ماشي اكيد عارفه هو ايه. ضعيف. المصروفات. دي اهم ده اهم سؤال ده اهم حاجه عند اي ولي امر. اه ده اكيد. بص اقول لك حاجه، هو دلوقتي يعني احنا عايزين بس نتكلم في حاجه، هو انا دلوقتي ايه الهدف ان انا ادخل ابني مدرسه دوليه؟ ادي اخد تعليم محترم واخد كمان شهاده معترف بيها جوه مصر طبعًا. وبره مصر. تمام. ودي من اهم الميزات اللي عندنا في المدارس الرسميه الدوليه، ان هو هياخد شهاده اي جي اللي هي معترف بيها جوه مصر وبره مصر. تمام. انا بالنسبه للمصاريف قررت ان هي تبقى 15000، ده بالنسبه للاف اس 1 لان دي اسمها سنه اساس. وده اللي ممضي عليه، دي 15000. بعد كده في زياده 7% كل سنه يعني؟ لا دي القرار ده بيبقى قرار وزاري، انا ما اقدرش احدده او اقول رد فيه، دي مش بتاعتي انا خالص تماما، انا ماليا ماليش دعوه بالمدارس ماليا تماما. بس قصدي ان المصروفات دي بتبقى ثابته. بتبقى ثابته. هو كان اول ما بدينا ب 15000 وبعد كده خدنا اقل نسبه زياده، هو المفروض من 7 ل 10% بس احنا خدنا 7% فبقت المصاريف 16050. فكره سعر حلو جدا. يعني ده انت عندك بس بيبقى على قصاد برضو. بص هقول لك حاجه، المدرسه اللي بتفتح اول سنه بيبقى قسط واحد. من تاني سنه بيبقى قسطين. اوكي تمام. فطبعا انت لو حسبتيها هتلاقي الدنيا يعني بسيطه جدا. طبعا لو انت كلمتي بعد كده عندنا كمان في اف اس 1 واف اس 2 ال 15000 او اللي بيدفعهم دول او 16050 لو هي ما فاتحه من السنه اللي فاتت، دي شامله كل حاجه. يعني ايه بقى يعني ايه زي يعني إيه؟ شامله الكتب، شامله كل شيء. تمام. لان انا عندي مش الباسز طبعا لا يعني احنا بص احنا كمدارس حكوميه ما ينفعش يبقى عندنا باسز اصلا، انا ما اقدرش يبقى عندي خدمه الباسز دي. خدمه الباسز دي هم اولياء الامور بيتعاملوا فيها مع بعض. والله. يعني انا مش مصرح ليا كمدرسه حكوميه ان انا اقدر اجيب باسز دلوقتي، لازم اخد موافقه من الوزاره عليها. وبتعملوا زي المدارس الخاصه في سبلاي ليست وكده؟ سبلاي ليست حاجه كده صغننه خالص. مش حاجه كبيره جدا. لا مفيش الكلام ده خالص عندي. انا بص عليك، انا مبدئي في المدارس دوت او مبدا المؤسسه بمعنى اصح في المدارس اللي انا مفوض بيها ان احنا بناخد فلوس ولي الامر بنصرفها على ابنه في المدرسه. لان المدرسه ولا ملهاش ربحيه، مدارس ذاتيه بتاخد فلوس من ولي الامر تصرفها في المدرسه. ايه اللي خلى الفكره دي تيجي في دماغكم يعني ان انتوا تعملوا؟ انا شايف ان الفكره دي جايه مش جت في دماغنا، هو ده كان اقتراحات كانت بتتقال. اولا انا شايف ان الفكره دي ان احنا ان سياده الرئيس عايز يطرح في السوق جميع انواع التعليم. تمام. خاصة الحكومي، لان يعني دلوقتي احنا طبعًا. في كذا نوع حكومي دلوقتي. فكان من ضمنها ان ما كانش فيه الاي جي في الحكومه، فهو قرر ان هو يبقى فيه تعليم اي جي دولي في الحكومه، وعشان يقدر كمان يخاطب المجتمع اللي هو نفسه يدخل ابنه مدرسه دوليه طبعًا. ويدرس اي جي، بس هو مش قادر. فهو وفر له المجال. طيب خليني اقول لك على حاجه برضو، يعني زي ما حضرتك قلت لو نزلنا ارض الواقع هتلاقي مثلا الفئه اللي نفسها تدخل ابنها او بنتها مدارس الاي جي بتتعب قوي على بال ما بتجيب الفلوس دي. تمام. فبتلاقي كمان الناحيه بقى عايز اقول اللغويه عندهم. لا والله انا ما قابلتش الكلام ده. مش هتلاقيها برضه. لا بتلاقي واحد من الاثنين عنده، لازم واحد من الاثنين. يعني انت ما فيش مشكله، مش لازم. لا انا يهمني يبقى في واحد في البيت اللي هيتابع الدنيا فيها ايه. يعني انا يهمني يبقى، وانا عامه اصلا كده كده بقول لولي الامر يعني مالكش دعوه بابنك في البيت. يعني يعني الولاد بيروحوا المدرسه بيرجعوا ما بيعملوش حاجه. لان انا لسه ولا حاجات بسيطه. الحاجات البسيطه هي المفروض اصلا ان هو يروح البيت مثلا. طبعا بيبقى في تواصل بين المدرسه وولي الامر. كل ويك كل اسبوع بيتراح هو خد ايه. كل اسبوع فبنبعت له بعض اللينكات كده، مثلا السونج اللي خدها ايه، الدرس اللي خده ايه، فهو بيفتح في الشانل بوك يعني اللي هو في اللينك بوك بالظبط. فهو بيتابعه من اللينك ده، بيسمعه السونج دي، بيسمعه القصه دي، علشان يبقى هو خلاص عرف هو الولد فين. طب والفصل بيبقى عدده كام؟ احنا عندنا من 25 ل 30 طالب. 25 ل 30 مش كتير شويه برضه. ده كويس جدا. ده كويس قوي. اصلا الفصول عندنا كمان واسعه. وبنشتغل في جروبس يعني الموضوع. طب والمدرسه كل ستيج فيها كم فصل تقريبا؟ ده على حسب كل مدرسه. يعني في انت عندك مثلا مدرسه العبور دي بيقولوا عليها اربعه وينمو. يعني ايه كلمه اربعه وينمو؟ يعني المرحله فيها اربع فصول. وفي حاجات اقل منها؟ في عندك مثلا مدرسه الشروق ثلاثه وينمو، يعني ثلاث فصول. ثلاثه قبل للزياده يعني؟ لا ثلاثه، يعني كل مرحله فيها كل مرحله فيها ثلاث فصول. ثلاث فصول. اوكي. وبيكبروا بقى. مش بيتوسعوا، لا بيكبروا. يعني الثلاثه دول بيطلعوا اف اس 1 كانوا ثلاثه بقوا اف اس 2، فانا بجيب تاني مكانهم ثلاثه اف اس 1. طب ممكن مثلا ابني هو رايح اولى ابتدائي. تمام.
ولا لازم يبقى طالع من عندكم من الكي جي 1؟ لا هو لا هو لو يعني من السنه الجايه هيبقى فيه الكلام دوت، ان هو لو جاي اولى ابتدائي بدخله. يعني جاي يبقى بيحاول، بس بيخش الاسسمنت الاول. لازم يخش يعمل الاختبار الاول. الامتحانات دي او الاختبارات دي اكيد اساسيه. بالظبط. طيب المدرسين، ارجع تاني للمدرسين. المدرسين حضرتك بتقول بتستعين او بتاخد ناس من وزاره التربيه والتعليم. تمام. هل في بتستعين مثلا بمدرسين اجانب او؟ لا احنا بنستعين بمدرسين اجانب في التدريب. في التدريب. في التدريب. لكن في التدريس لا. لا في التدريس لا. طيب خليني نتكلم عن ردود افعال الاولياء الامور بقى. هقول لك على حاجه، اولا يعني هو انا هرد بالارقام. اللي هو ايه؟ انا مثلا كل مدرسه عندي كانت في اول السنه، السنه اللي فاتت بدات مثلا ب 100 طالب. اولا ما فيش طالب مشي من 100. وزاد كمان عندي، وانا عندي ويتنج ليست في كل المدارس. ده طبعا. فخلاص كده ده رد طبيعي، ان انا ده رد ولي الامر على المدارس عندي. انا لما اكون طالب مثلا في مدرسه 300 طالب يبقوا موجودين فيها ويتقدم لي 800، يبقى انا كده عرفت رد ولي الامر على المدارس عامل ازاي، او سمعه المدارس وصلت. ده حقيقي. انا مبسوطه بوجود حضرتك معانا. الله يخليكي. ميرسي جدا. ويعني اعتقد ادينا لكم شرح كافي ووافي للمدارس الرسميه الدوليه، الاسعار، عدد الفصول كام، عدد المدارس ايه، المدارس كمان اللي لسه هتتفتح. كل ده كان مع ضيفي العزيز دكتور اشرف رفاعي، المدير التنفيذي لمؤسسه المدارس الدوليه في مصر، مدير مشروع المدارس الرسميه الدوليه. بشكرك يا دكتور. ميرسي يا فندم. ميرسي لسعادتك جدا. ميرسي لحضرتك. ميرسي. شكرا. اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في قعده صبايا، لكن بعد الفاصل.